أنا اليوم بتواجد بالبيئة، منشان قلكن إنه البيئة كتير مهمة، لازم كل واحد يحافظ على البيئة، ما لازم واحد يكب زبالة بالطبيعة، وكمان لازم يحافظ على الماي الموجودة عنا، هي ثروة طبيعية ما لازم نلوثها بالمجارير أو المواد الكيميائية. كمان لازم نحافظ على الحيوانات البرية الموجودة بالطبيعة، لازم ما نتصيدها، وكمان الهواء ما لازم نحرق زبالة أبدا.